الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. وكتابك صحيح الآداب الإسلامية ودرس جنيل لم يتبناد وحنا كبل أمنية آداب الطعام آداب الطعام كي عنتدى يكبل أمنية التسمية ومقعبدي عنتدى باسم كإلهي لبو بلابي في أوله أي في أول الطعام عنتدى والكيد لبو بلابي. ففي الصحيحين وحاكو صدان عن عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة وحال قبرنا يا رضي الله عنه إلهي كرر للنقضي قال كنت وحنها غلاما ويلي ربانها غلام وحليا الغلام هو ما دون البلوغ وقد يطلق على الكبير البالغ. نينك وين وغوت الماء غلامك ويلك يرى عن قان قارنا وغوت الماء في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بربارنتي سي كورنتي سي تربيتي سنقصنا وكانت يدي قعمت إذن وحيهي تضيش مد وريكتا في صحفة حيادة يكو ريكيسي دويني يرى دبر وين عم تلعني ماشي دونو قعمت قلنا يا رين عدونو كعنا يا رح عدونو صوت عدني. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي قبل يا غلام سمي الله ورويلك الله سبحانه وتعالى مقعوه بسنك سكوب الله وكل بيمينك ملك تادنا وحقعن وكل مما يليك لنك كسوحي قنا وحقعن بير نبي صلوات الله وسلام عليه وكل مما يليك لنك كسوحي قنا وحقعن. فما زالت كمسؤول الولي تلك أي تلك الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من التسمية والأكل مما يلي الأكل قال عنتان كائنا صدا وعنعنه قال عنتظر لنا تاي كمان السولين تلك من داس النعمتي قال وضا شضي لنا تاي بعد انتا كقدال حلقي قال لنا يا إلمه مركو يريها إلا تربية يوم وعن الله ولا يريها يمحو أمر ينهي كقرن يا عن الله ولا أصدو ير أمر ينهي قال البرو وحقوني وحقو نكسن الوشة ميدك تاذا كوحن صوفر بقو سحن قدنك كوحيك كعن سيدا أن بسمك إلهي كبلو تربية ده إلا برو بهي. إذا لم يذكر الله إلهي أدان حسين ومقع إلهي أنقر على دعامه عمتدي سدوشيها نزعت البركة بركدي بالقسم منه من الطعام وأكلت حرعني سمعه لتركيس الشياطين وشياطين تارعنس عمتدى أن بسمك إلهي الغبلا من قفك حرعني الشياطين تارعني بركتنا والقسيب أيام. روى مسلم الحوري في صحيح الحوري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله وحال قوري أنه جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نبي إمام قال يقول السبب إذا دخل الرجل منكم هدوه قالوا بيته قرقي سأو قالوا رجل كإنت بدل ما كانت المامة يشري عبر إلى ذهي منكم هدوه عاصمي حالي أنا جريا على الغالب وسيد غالب في أبضنه خويني دون ولو ذاكت أحكام تشرعك هداني يشري ورخص صير وسجارة خويني دوت المامي محايا النبي يقول إنما النساء شغال الرجال دور قوة أبو يرقى لك صورا بلي أما رقى أبنكما أحكامها يتصالها بك. وفذكر وحسن ذكر الله إله وحسن عند دخوله برج مركو جلي أكتيدا وعند طعامه عنتدى مركو قوضني أكتيدا. قال الشيطان الشيطان كيما وحورنيا لإخوانه وأعوانه ورفقته كوي صاحبتي سي شياطين تيكر وحورنيا لا مبيتا ويشري مريد لكم إذن كإذن مصبنان ولا عشاء وعشاء إذن مصبنان قولي هداك سوق للهيدين بسن كيبا لهيدين كقبطي حبس حد بالهيدين سبي عشان هداك وحرم لهيدين بسن كيبا لهيدين كقبطي مركا ادو حتى قادو سيدا نوزا دوتو اظهر مانتو انت دي ادو بيحكي كتير عارف رسوسات وريان كاس مركو وينك كمان تجس
يعني بسم الله أوله وآخره هذا ترى عنه يعني روايات قارون سيدة المام يوم الصوم تجيه. وإذا دخل هذا برج جلبة فلم يذكر الله إلهي أن حسن روح داخلك يا برج جلبة عند دخوله برج مركو جلبة قال الشيطان الشيطان كيما هو حورانيا يقورانيا لإخوانه يعني ولاله وحقورانيا وأحواله وحقورانيا أدركت محاط صهرشين المبيتا بريدي هويشة صهرشين. وإذا لم يذكر الله إله دان حسن عند طعامه عمتدي سأكتي ذمرك وعمتد عمي إله دان حسن قال عمي أدركت المبيت والعشاء ميل أتسيحتان يهويشي عشاء انت بواهشين بوكو عمي. وروى مسلم الحمري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قالوا اللي كنا وحانوها إذا حضرنا مكان حاضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال تركي صدعان عنتو لم نضع ما ننديقي أيدينا قعمها يقع صحن كي قعنت ما ننقلني مرضي نبي محمدنا لكي حتى يبدأ إله بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيضع يده قعنتي سأودكي إلى نبي صحن كو بلا بو قعنتي سأودكي مكا سأمنون بلا بي. وإنا نقول حضرنا وحان حاضرني معه نبي قال تركي سمرة مربع وحان حاضرني ضعاما لأجل دعام عنت درت إذن مو حاضرنا أما دعامني من دعام عنت مو حاضرني. فجاءت وحاتمي جارية قبل يرباتمي أرديس كأنها وحاد مدى تدفع إن للسوق حيو الصوت كنت قي أياد مدى يا إريه شيطان كبا إريه. فذهبت ويتكتي يعني وحيد بوته لتضع يدها قعنت يدي إني دجسوا عيد في الضعام عمتد بحيدي. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدها قعنت يدي مولبي وقبطي ضيب. ثم جاء عربي منك لر البادياء يمين ثم جاء وحيما عربي نر البادياء يمين كأنما وحرمد يدفع من السوق حي السجن. فأخذ النبي وقبطي بيده قعنتيس قبل يرد باستر قعنتك الشوء لبه النبي قعنتيس فقال سيدة يبسن قيلة هم قبار يريد لنع كفر السحنتنا متكلوا في البادي ورد يا يمي قعنت الله قمي أسجل لبه لسي بسن قبو قبار يريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحري إن الشيطان الشيطان يستحل الضعام عمتد وحركو حلاشنا يعني أن لا يذكر اسم الله عليه مبع إله إن الله حسين وبسنك الواقرة وإنه شيطان جاء بهذه الجارية قبل أن يدعى يليم ليستحل بها سوء روح على شدوى. فأخذت بيدها قعنت يديبا قبطي فجاء بهذا الأعرابي أعرابي غير باليها يليم ليستحل به سوء روح على شدوى. فأخذت بيده قعنت سام قبطي والذي نفسي بيده الله نفتي ذو قعنتي سيكتر تقلعتي إن يده قعنتي سو شيطان قعنتي سو في يدي قعنتي إذا لشرك مع يدي قعنتي إذا لشرك أهاتي يعني في يدي قعنتي إذا لحد أهاتي مع يديها قعنتي إذا لشرك قعنتي الشيطان كأيو كبدا قعنتي ذي النبي صلى الله عليه وسلم على الإسقاط مركدت كان أسوء ذيك سري مركا يعني لقبتو قعنتي لقبتو قعنتي سينا ووزرته. ولذلك ذات كان معالجين تا مركا قرآن كأي آخرنا يعني خبر الدولة ويقرنا يعني شيطان كو حبين كا يعني ميش وقفكا كجر ويقرنا يعني. فإذا نسي هدوه المام أن يسمي إنو إلهي مقعاب في أول الأكل عمتد بلو قيد إنو إلهي مقعاب فليقول هاي له بسم الله أوله وآخره بسم الله مجع إلهي وانكوب لابينا أنغو كالميسانين وبركيسانين أوله في أول الطعام وآخره عنتدى أول كيد يبلو قيدر. فقدر الترمذي وقال حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها قال وحيتري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد إذا أكل أحدكم متكين هضوعنا طعاما عنتو أنا إذا أراد أن يأكل أحدكم طعام المتكين هذو دون إنه عن تعمه فليقول هاي له بسم الله.
فإن نصيحة ضغه المام في أوله أي في أول الطعام عنتد بلو قدي بسنك إن وقبتها ضغه المام فليقل إلى بسم الله في أوله وآخره مقع إلهي وانكوب اللابين عنتد أول كدي آخر كدب إلهي مقعيسا انكوب اللابين. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت حيتري عائشة وحيتري إلهي كرى للنقضي كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحايا يأكل طعاما عنتمد عنيوه في ستة اللح أي مع ستة اللح لشرك ودلعنا من أصحابه أصحابتي سكملة فجاء عربي من غير بادياء فأكله وحنا عنتدي باللقمتين لبه ما يلبا في جلسه عنتدي ولم كله صح نقول يقول يعني اللح لنا أي إيجانيين نجر باديها أنت وصار ذي وحلمر لبه ما يحيى لما كله قافك وذا قلي وهذا مست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى هذو إسدو إلهي مجعاب العاية بسنك أقبل الله لكفاكم وإذن كفلنا الله وإذن كافي الله مع اللي فهم يا حديثك شيطان لعنة مركا عنتدى عن هذه لا يكون ذاتك اللي قلت لك لي الإصلاح وإلا كانسا أما ويكفلنا الناس هذو يكفلنا وإذن معنى يدعوه بسن كان أقبل الله بسن كان أقبل الأكل باليمين مدك تين لبوعنا أيوباب يحي روى مسلم وحوري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وحال قوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري إذا أكل أحدكم إذا أراد أن يأكل أحدكم إتكين مكودون إنو عنا عنتو فليأكل بيمينه مدك تيساق عنا وإذا شرب مركو عبينا فليشرب بيمينه مدك تيساق عنا عنتا دواء صحيح انت بدن والا يقانا إن مدك تلقو عنا لكن خلطك وقد عامرك عسومد يمين لغاغية يعني مدكت راشنك إلى هاي مركز بيدك لكو قبصاني يجعل لكو قبصاني هذه الكوب كان إنه وصفه ومحاك هذا ميقب العام باقو الشغل يعني عروس كان يحفلة الميقات شو انت يجوكت ترى ما لسومها مركز هذه الصنة انت الصنة النبي أي وصفه بلهيد والصنة النبي قاعد خلاف لهيد كوب قوس قوب ميدك تكو قبصو ولذلك هنا اللي قال لك شلون وقف كل يده هذا ميدك تكو قبصو ام هو ينادو ام هي راضو ام حدث كها هذا حق اللي قال ان الله لا يستحي من الحق واذا شرب مركو عبد فليشرب بيمينه ميدك تيسا كعب محايل فان الشيطان ياكل بيمينه فان الشيطان شيطان كايا ياكل بشماله بدح تيسا وحكمه ويشرب بشماله بدحدي سنة وحكو عبده مركا دينتين ومبادئ أساسية علتي محاكمة مخالفة اليهود والنصارى هي شيادين تأين لخلافه ومقصد كمدة مقاصد دينتين رواه مسلم بروني في صحيح عن ياس بن سلمة بن الأكوع سلمة بن الأكوع وحالك ورنية أن أباه ياس أبيه وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه حدثه وحوشك أن رجلا نم أي أكل وحوعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد أكتس مجالس دي نبي محمد أمضى وخير كفر صلوات ربي وسلام عليه أي وحوعنا عنت وحوعنا بشماله بدحيس وحكوعنا فقال النبي وحوكول كل بيمينك مدك تاذا وحكوعنا ورنيه مدك تاذا وحكوعنا قال علي لا أستطيع ما أوده قال لي وحول الله استضعتها أودي هذا ربا طبعا يزونه ها أودي الألق مكرسيه ضيب ما منعه منك أمديد إلا الكبر كبر موي وحك لأمديد قال لي وحول فما رفعها أمكريه إلى فيه أفكي صدعنتي بذكرة أفكي سكره مقادره ماشي يدي بيكون قال الشيء شل الباق معي روي حديثك ورني وحوليه أي قال سلام وحولي فما رفعها ما نكريل يعني قعنتي إلى فيه أفكي سوما نكريل حلقة هذا يا روح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه إن لقوا إيد بيه أي حلقة هذا يا وحكة حلقة هذا يا سو روح هدو سنة كبر إسلوين وقتل إن لها بار الأكل من الجانب الذي يليه يعني الأكل عنتان مبابيه
من الجانب دينحي لغون وحكون الذي جانب كاسو يليه السجا السوحية صعن كدين حق السوحية كرم. ففي الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة قال وحول كنت وحانها غلاما ويليا وفي حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بربارنتيس يكورنتيس يتربيديس قصبا وكانت يدي قعنت إذن وحيهي تديش مدور يكتعيهي في صحفة حرادة الحديدة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحويل يا غلام صم الله ورويليه بسنك إلهي عنتدرق وبسنك كبلو ألم قعو وكل بيمينك مدك تاذن وحكعن وكل مما يليك لنك كسوحي أنا وحكعن فما زالت كمسولم لتلك مداس سفضة يتلمانتا وفرين محمد نعمتي هبقود شضا إذا إنا يتابعد إنتا كقدر الأكل من جانب القصعة أو الطبق أصل حديث كم بكير يا يوحل مده وعلي الأكل عنتان من جانب الصحر من جانب القصعة حيرد لين عيدا لقعه أو الطبق أما الصحن كيلين عيسى ومصفتي البكيل إلى ذب طبق وعلى شيء أفك بالله أما مصفع هذا يعني كم حلقوا هذه وكله أو بركة الصحن هان وقدقنا أما الصحن كان دائما نقانها هذا روى أبو داود حوري بسند حسن عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال حوري كان للنبي صلى الله عليه وسلم نبي وحاء الصبنات غصعة حراء يقال لها حراء سو يقال لها ليدان الغراء مقعد الغراء بالمنجر أنا حريها ويلك يحولها يدرتها يوحى صدنين مقع الله بحنكرة طيب يحملها وحاقاده أربعة رجال أفر من باقاده فلما أضحوا مركي برقدي أي برقيستين وقت الضحى أي قارين وهو سجد الضحى صلاة الضحى أي تكدين يعني أوتي والك يعني بتلك القصعة حارضة يضع والك يعني وحوشه ذا وقد سرد فيها يد السريد اللي قصوا بوحيي سريد كوعوه هو شباتي يمرق يهيل بيرير به سريد ويلا مركز صبايا ديو كميس يهدي لا يكورو يهي يو حولا مرق يهيل بيرير وقوقعن به سريد ليلا هذا باشا محين محال كيكيك اللي هدو كلمه تنو كلمه فالتفوا أي فاجتمعوا وحيكوكل من عليها حيرة دوشي ذيكوكل من فلما كسر يعني مركيبتين فلما كسروا مركيبتين جسى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى يووو تشلبة تشوكسدي تشلبه سكفرس إلا سعن حيرة دي ميلو قعنت كيجلي يعني ما هي فقال أعرابي ننشر البادية وحيني ما هذه الكلسة قاب فردي قلنا محوية محوية قاب قاد فردي سطيبي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي حين إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا شقيا جبارا عنيدا إن الله سبحانه وتعالى جعلني وحين عبدا أضان كريما وناكسا وشرف له وأنس كبر وتواضع سبل لي وغير ولم يجعلني إجميل جبارا من غصب بضان عنيدا ماذا حضقنا دغن كبقرد هي مضحك الويقان إلهي سبحانه وتعالى تلمامها سيمير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي كل من حواليها حريره ذا يقاررك ذي لنحيذ ذكرنا حريره لنحيذ ذكرنا ونبي ولي ودعو كتغ ديروتها كرسك ذي يلحظنا كتغ ميش سريس يعني يبارك لكم يبارك فيها والدين بركينا يبارك فيها والدين بركينا يبارك فيها والدين بركين ياي دحلا كعن نبوي المحاي لي دحلا وحكسو دقيس بركة حكسو دقيس روى الإمام أحمد باورن بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه كلوا من القي يعني كلوا عنا في القصعة حارضة وحد كعنتان من جوانبها للعيد إذا كعنا ولا تأكلها عننا من وصدها برتن كذا كعننا محايل فإن البركة بركة تنزل ويسودكتا في وصدها برتن كذا يكسودكتا الصومالي يعني الحيرة يعني عن تذا برتن بحر يعني قاعد البركة كسودكتا
مركز أنتم قاتين بركة الله روح عندونا يا بس بركة ما هبي يا روح عندونا يا بس بركة ما هبي وما بقلبي أذق عنادة عدم الأكل متكي يعني سقوط شق ليسن إن أنا عنين عنتدي عنين بالبابية متكي يعني سقوط شق ليسن أما سنتاع أما دعديدة اتكاجه وحوي دو قابي كنت المعمينه isagoo yaani marka qaarkiisa dambe intuu dhulka dhigo dalabka iyo calooshana uu gadaal u jeediyo gacanta bidixna hadii ay ku ruu uu gadaal geeyo iyo inuu labada gacmoodba gadaal geeyo hadii ay ku ruu yahay iyo inuu gacan kaliya intuu gacan geeyo si uu u jeesado iyo inuu suxulka dhigto qaabo badan bay ku tilmaamay mid kasto ay tahay nabigu sallallahu calayhi wasallam laa aakulu ucuni maayo متكي أنا نيجو دنجيبو تقلي سن عن تعني معي معودي ذي كبر باب كشره قاب كبر وحكسته كبر يسلوين يكشرته نبيه واتوضع يبنان كوسكري جي هذا بتعن تدا وحكم إذا أنا لا يعيب إن أنا عيبين ضعاما عن طاق ففي الصحيحين وحكوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيه ما عيبين بطعاما عن طاق وحبك بشيء قد ولي إن اشتهاه هذوك على استأكله وعني وإلا هذيك لنا تركه وكتبه سلامتي سوكر السيئة الحوها هذا هذا لده بقش حاد كرس ها وكانت كويال عندي هذا وروحان أما عن أما اسكتب شيك وحبها كشيء قصان وأهائي أذابت النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه هبرق انك سوحوها حدوش على استنوا عني هذيك لنا وسكتبي إن اشتهى هو دوش على استوى كله عني النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإلا هذيك لنا تركه وكتبي يعني كاسنوا حكوت سنة يا كمال وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي وسيدا يقول لما استرنيت أيه حكوت سنة يا معي إذا عامل المرء ما كرهه من الطعام فقد رد على الله رزقه رزق إلهي بكعري هذو عيبا يعن تدلسي عدم الشبع يعني السدر إن أنا روحي أدرقين على شيء أنا نبوح هذا دركتي هذا الحضور رابع لك هذا يا مكتب بني آدمك نبتا هي ستمرنا على شيء يتشركي بونا حنا يا مرنا تشركي بقوين يا تشيم والعكتي كوب حنا صما مرك أنت تشيم كوب حنا لحي أما كاسترول بادلين لقو أرمح أما دي كربا كوسو بودي لو ورا لها سكير يسوع عروشا هبو حين يصدح ميرو ومير أهم كشب أنت كلام النفط عبتان كي يودع فقد روى الترمذي والترمذي ووحوري وقال في الحسن الصحيح عن مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال في سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نبي محمد وحان مغلي الصغول ما ملا آدمي آدمي من بوحي وعاء ويل وشرا كشر بدن من بطن على بني آدم كويل لبوحيو كشر بدن على وش مجره أو بوحيو عن علوش ساعين بحسب ابن آدم ابن آدم كوحا كفرا أكلات هرموين ويقيمن صلبه لبركيس وكتوسيو إلا دوان وحرعون لبركيس كدعين فإن كان هديتا إلا محالة لقم مرمان هديتا إنو وحنو فسلس لدعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه صدح ميلر ميلهان لدعامه عنتدي صهوية يعني وقالك بصدن هبوحي وسلس قيل يعني صدح ميلر ميلهان لشرابه عبتان كي صهوية وسلس يعني صدح ميلر ميلهان لنفسه نفسه صهوية صورة ربه ندرى ترى كوكا درسان يحنشان عنايا انتظر الحنجي كوكا انتظر المدرسان مركو رو عروشة هبوحيني قيبنا نفسي او تلقل قيبنا عبتانك او تلقل قيبنا عمتد او تلقل سيدا النبي من نبار الاداب تاسم عدم النفق وإن العفوفين ببابي هاي في الضعام عمتدي والشراب عبتانك هذا يقول راتو اما صحر او بحقل اما قلو قشنا اتقو عرفتو إن العفوفين بالو بهنيه عبيتان كواه وجيني عنتظرنا مكشرته رواية من المكر عنتظر ما ينوفى يدين ساعة عنتظر ما السيادة رواية أحمد باكو درس
روى الإمام أحمد باورني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس سدي أبيه والله كرم النقد رضي الله عنهما قال وفي إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلامه الرابي عن النفق أفوفتان العفوف في الطعام عنتدي لحل هذا العفوف إيه والشراب عبتان كي العفوف لحل هذا أيها الربي نبي صلى الله وسلم عليه. فقد روى الترمذي وابوري وقال وحي حسن صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحي عن النفق أفوفتان العفوف في الشرب عبتان كي وحباك قلي أما وحباك كل حدعي حباها عفوفي. فقال الرجل نبا وحي الغداة سحر أيان أراها كو أركا في الإناء ويلك الحديث نين أفوفا يوكيون كسوير محادو أفوفا سحر كسوير سحر رؤيه قشري يقري وحباك كل حجراء. قال نبا وحي أهرقها دادي انت وحكو جراء وحان السوق وقصوله بلق كسير دادي. قال وحي فإني عنه لا أروى معك فنان يوم مؤمن بحيه من نفس واحد هل نفسك لي كما انبحي. طيب قالوا لي فابني فابعد كفك القيد حولك كفك يعني اذا وقت قاس عن فمي عن فيك افكاك كفك سيدي نوي من انت قفك مركم وين كعبي ويلك اصبح الله رب العالمين تعبه انت ويلك بديه سوق نفسنا ويلك بس كفكيني ونفسنا يا حتى نوي عبي يا هذا هو نفسنا يا هذا هو فعل نساسه كلا نحن مرك هل مربو دبلي سوق قط مركز اللي يورو سير وحلا هذا كيف وجه مركز يوم أم بحية سمار قدتك إبريق هذا مع جلمة دايركت قب صدان إلى أما كل يا إلى دايركت قب صدان أنا كأم بحبه جرافة بدو ما طلب قصنا مرك ما أم بحية يري فإني أنا أقول لا أروى ما أم بحية معك أنا أي من نفس واحدة هل نفس. قال وحولي فأبني فأبعد كفوجي يعني وحد كفوجي سأل قدحة ويلك وحد كفوجي سأ إذا وقتك عن فيك أفكار كفوجي وتربية الله ينبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويلك هكون يفصلن يعني أفكار كفوجي وحاسورن وحلق ددالي قف كان كلي يعني ويلك أنا عبتان ككلو ودالي وحنو كي يقصون يق أيا لقى إلى لنا عدم ترك اللقمة الساقدة حباب يهي حرمدي كاد عري إن أن لقتهن انتظر باقيم لك كاد عري خير مقال كمركي دركسيهن انتظر وحي ميسك قداتي بعد شمعة يوم شمعة يوحي قداتي مقادان هل كيف يكتغي كبرودة اسكول الله بسبنان كالقينة سوما مركو قاتيسين لكن سنة وفتش بولاي دي عندها يرتا سنة وافج فرمان بسنة إذا وافج سوى اللب عليه مركي بدن تاعي مركي يرتا هم قروري أكتيج روى مسلم في صحيح محل لقتي قوي إلا ذا لودي ذي محيطه نينكي عقل جاء هاي الشيطان هذا عنيا عقل جاء تسكن حين سامك درشينس. روى مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد بن وحان مقلي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان كأي يحضر أحدكم متكن حاضريا عند كل شيء شيء كاستأكتي سو من شأنه حالده سكمدا حتى يحضره إلى حاضره شيطانك عند دعامه عنتدي سأكتي ذو حاضره فإذا سقطت هذي كدعر من أحدكم متكن هذي كدعر لقمة هرمة هذي كدعر شيء فجلس فليمضي يعني وحي لبتا هاي عر سوق يعني حترتروا هكا يعني هكا 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 سوري ما كان بها وحي كسبناه من أذن لبع ثم ليأكلها هعم ولا يدعها للشيطان الشيطان كان ينقتل فإذا فرق عمك كفارقه فليلعق هل فأصابعه فريه سهل فهم رديه معايا فإنه يسبب لا يدري موغا في أي طعامه عنتدي سلح لذا من شيء تكون البركة بركة رحان الصعام يا محمد وحن سافيت كي حيران وراءنا لسكوتر ترى يعني وحصلا وحكاب يعني فراغي يقعان كي يالي إن كسب لسه أدي لا يكون
واد لفت عدم القران ان لحيرين بباب في التمر تمرتي دخلده يا ونحوي وخي لميده اذا كان ياكل هدو يحي مد عنيا مع احد الروح لشرك مد وخلا عنيا الا باذنه اذن كي سمويا معنى قرانك تمر محل لو جيدا اسو حبب قادنيا ادغنا لبا يا صدح با تسكو قادت مركا وين ويدي ستا صاحبك ايضا ويدي ستا يترا وراني غاچا درن با يغ دغنه خوغا ما انت ما قادين وخب درن با غاچا يغ دغنه تمرت واسك قاد با قاد قادنيا اي راليغا وين ترا اذا نسغ ويديس ويلا هذيك اللي سغو حبب قاتادون على صدح قادت دي ايشي با كل سي جرت سوما وارو سي فيرناي. ففي الصحيحين وحقص عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وكل انها النبي صلى الله عليه واله وسلم نبي وحور ان يقرن الرجل منكم انه حريري بين التمرتين لما حبوا تمر دخدود جميعا دمانتون حتى يستاذن الى اذن ويدستو اصحابه واصحابتي سالى اذن ويدستو يعني ما كانوا يلاحظوا ما يو قرانسان ان حريري الحمد مهدنتي لما هدني إلهي سبحانه وتعالى بعد الطعام عنتذا كجدال إلهي لما هدني سبحانه وتعالى. ففي سنن أبي داود وحافظها بسند صحيح عن أبي أيوب الأنصاري وحلقوري رضي الله عنه أنه قال إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب ميتكين مركو وحناء وأو حبه وقالوا له الحمد لله جنسي الحمد لله أدعو إلهي وإسكلم هذا المنتد الذي معلوتك أدعم أدعم قوديي ووسق ورابيب محسق الله سبحانه وتعالى ووسوقه عنتدي عبتانك أوسي المرء قبل مثل منتي سمرتا أي سهل كل من الطعام والشراب في الحلق وسوقه المرء قبل وجعله يلي له يسقى عنتدي مخرجا ميل اي كبحانه والسبيلين كي يعني مخرج كي وحمش يعني شيء حنو كبحي عنتدي غيبنا الهي سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته غيبنا تشركا وباهانه وحي نفع لها ولغوريب وحي قشنا هانا بنانكا لغا قصار مثل ان قشنكا لغا صار والنعمه إن نفعي عنتذي معانك دي هدي لا يكون يشرك أجل جلينا ونعمه لبعض المركين هدي لا يكون هذا سبحانه وتعالى هدي قش الجاس يستأجوا قف بذلك يعني كليها كاددي لقم يري أو المركع ما أنتم بالرجع عبادين مشين كاسا كقيلاشين نين كار دختر كي مشين كأوس مي أبل مين بو هيا إنه حط ريمه هدي لا يكون يمودي مركع وإلهي إن لغم هذه سبحانه وتعالى حمد الثالث بعد الطعام من بوذيمية حمد الثاني حمد إلا بعد الطعام عنتذا كقد المر لبادين إلهي لما هذه سبحانه وتعالى أما النوع كلو حمد رواية كلو رواية هو لكيد قدسا وروى البخاري حوري في صحيح عن أبي أمامة الباهلي أبو أمامة مقعس محاليه صدي بن عجلان فتح الله عليك بعيك لو لا يرد أي إنت الواحد من كل دكانه لا لهريس طيب أنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعك الله وقدر لها لكن ولا يدبو حدك حد يمرك وحكر الله وقدر ماي كان إذا رفع مائدته حيردي سمرك وكرق هذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه معناه ماشي وكو قديني يمرك حيردي لقى هذا قالوا حورني الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله ما هذا الله يسكر لما أنت كثيرا فربضا ما هذا صو طيبا مد ونكسنا ما هذا صو مباركا مد لبركية فيه نحلسا غير مكفي مد لكافي غير كسحالا ولا مودع مد للسقوتي غير كحالا نهي ولا مستغن عنه ربنا ربنا يكون قد يقتومي غير كيس حالا نعيو ربنا يعني أن قد يقتومي إلهي وأن نقف لنا عيدا إلهي هين ما كافيه صنع لك كافيه ما يعلم مثل السقوتين ورب سبحانه وتعالى أو السقوتين منهم
ولا مستغن عنه ربنا ربنا يكو قد يقتومين منهن البرقس كم إذا نرش هذا إلهي كم يقتومك وأصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت شاني إيه حاجات ولا تكلني إلى نفسي ظرفة عين البرقس كري نفط إذا هي تلصارم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد حمد ثالث حمد صدحات بعد الطعام عن تذك الجدال روى الإمام أحمد إمام أحمد باوري بسند حسن عن عبد الرحمن بن جبير عبد الرحمن بن جبير وحكوري أنه حدثه عبد الرحمن بن جبير وحوشالي رجل ننكس خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي لا أخدم أشقي ثمان سنين سديت صنع نبي أشقي وحوشالي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نبي إنه يسوي كم غلي إذا قرب إليه طعامه عنتدي سمك اللودوي لوسودوي يقول حرني بسم الله وإذا فرق مرقود لما يكفرق من طعامه عنتدي سنة قالوا حرني يا اللهم الله يبرني نبي صلى الله عليه وسلم أدعمت يعني واد قودس وأصغيت يعني واد نورابس وأغنيت واد يقضي وأغنيت وأغنكر على النقطي أغنيت يعني خذني بعد كلكت أغنيت ضمنا يعني وعب أي رديت وأذكر على النقط وهديت وادهنوني سي وأحبر وحييت وادن وليصي فلك الحمد مهد بعد كل ذي على ما أعطيت يعني وحي أعطسي سي ودن مهد بعد كل ذي الوقوم هدلنا الحمد مهدنتي إلهي لما هدني بعض الطعام عنتذا كقدال من أسباب رضا الله أسبابها الرالي أهانشها إلهي رالي أهانشي سيكمتاي عن العبد أدونك الله سبحانه وتعالى وكرى للنقمي روى مسلم ومسلم وحوري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وحال قوري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلهي الرالي وكان قنيا عن العبد أدوم كحجيسا أن يأكل الأكلة عنتان وعنه وفيحمده عليها الله سبحانه وتعالى عنتذا دشيدا هرمضى أوهري دشيدا إلهي وكما هديه أو يشرب أوعب الشربة يعني شرب بمعنى مرة يعني هالمر وحبه فيحمده عليها شربها يا عبتانك إلهي سبحانه وتعالى وكما هديه إلهي سبحانه وتعالى رالك النقني مركا مروى البؤر وحون يسو أما وحاد عبس إن إلهي سبحانه وتعالى رالي أتكون نقط إن إلهي ما هذا صصي وربي رالك هذا النقط آداب الشرب آدابتي عبتانك بابية التسمية مقا عابد باسمك إلهي عبتانك لقبل في أوله أي في أول شراب شراب كعبتانك ففي الصحيحين وحقصبا عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال وحولي كنت غلاما غجرين حديث صمر ولي ربانها وفي حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بربارنتي سيكورنتي سقصبا وكانت يدي قعنت إذن وحيا تديش مد وريكتيه صحنك يحيرد ميشان دونا كعنا يعني حقه أهل ما يرون حيلي بحق كوار فيها وحق كوار فيها مربوح بصوقة قادنا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيلي يقول يا قلان سم الله ويل كانوا إلهي مقعوا بسنك إلهي كبلوا وكل بيمينك ميدك تادنا وحقعن وكل عن مما يليك لنك هذيك كسوحي كنكعن فما زالت كمسول من تلك أي تلك الصفة صفة يضعها دعمتي قاب قود الشرعي لإنه يتابعه إنتا كقدان قاب كان وحمعنا يهب كان نبي محمد بري إنه يهي صلوات ربي وسلامه عليه روى مسلم الإمام مسلم وحوري في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نبي قمقل يقول السقوله إذا دخل الرجل لنكو مرقو قلبيته برقيسا فذكر الله إلهي وحس عند دخوله وعند طعامه مركو قرق قال يا مركو حنا يما عنتدي سي قلتان كيس أكتي ذو لا يحسو قال الشيطان والشيطان باو حرانا يا لا مبيتا بريدي
لكم إذن كإذن ما سقنان إن هو يشو ميلت كهيتان ولا عشاء عشان إذن ما سقنان وإذا دخل مركو قريق قالوا فلم يذكر الله إلهي آن حسين عند دخوله قريق مركو قال هذا بعض كان يقول الله من صنع قريق مركا استراد القلب بسم الله إنت هذا نوراني يا بسم الله توكلت على الله مدنا هذا كان الشيطان كان الوقوص وطابنا يا أدقوا هذا يا قريق قلي بسن إساسيكتا طيب قريقي بعد قلي عمتدي انتدي لا يكورون يحي كانس كاللواد يكوفرون على عمتدي ناتكي لغس حدي مركا كان يكوي إنو سيو عالم قريقا وكل برية حلقا يا با صلاة دي صبح بينو إنو كسيشيو يعني هدي لا يكورون يحي اسكسي حق أولي حق سوكولي وإذا دخل أحدكم إذا دخل أدوك لو فلم يذكر الله إلهي أنا حسن عند دخولي قال الشيطان الشيطان كوحرني أدركتم المبيت ميلت كهيتان بعد صوحة لشين عربي بايدين صبنا وإذا لم يذكر الله إلهي دان حسن عند دعامي هنا قال حرني أدركتم المبيت والعشاء عربي عشاء بوات الشين ميلت صحتان يوحى العنتان بوات الشين بوردي الشرب جالسا إلا لحاجة الشرب عبتانك جالسا فرنب وهذين لقعب إلا لحاجة حاجة يباهين اعتماد وياه وروى مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وحور ربي عن الشرب قائما استاق لقعب ربي نبي ولكن لكن سبت وحاسب ناضي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب إنو عبي والحال هو يسقنا قائما متاقن مريح سقو النبي متاقن إنو عبي باسقنات معناها النهي يقاسي هذا نقوق هذا تحريم إنو يهي يعني النبي هو حق السقنات إنو يستاكو عبي مركا جمعا بين الأدلة سادرت بكوي إلا لحاجة حاجة يدنك وكوي ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وحال قولي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي شرب وعبي من سمسم بيها سمسم بكعبي من دلو ودم بكعبي منها أي من سمسم والحال هو يسقنا قائم متاجن بيها يا سمسم يسقنا تاجن بكعبي نبي صلوات الله وسلامه عليه الشرب باليمين مدكتين لو عبو فقد روى أبو داود بوري بسند الحسن عن حارثة بن وهب الخزاعي وحال قوري قالوا حين حدثتني حفصة حفصاء يا إي ورنتي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاسك النبي قاحي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان وحوها يجعل يمينه مدكتي سوحوية لطعامه عمتديس يو شرابه عبتانكس يو سيامه درحل شديس ويجعل شماله مدكتي سوحوية لي لما سوى ذلك انت وحي كسوها غيره لرحل الشيء عبتان يعنط يا أنا هين واستجدي إيو سينسي إيو حلمتك عدم التنفس إنا لقون نفسنا في الإناء ويلك دحل دحل سينا لقون نفسنا ملك وحل عبي ففي الصحيحين وحافظ عن أبي قتادة رضي الله عنه قال الحل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم متكين ملك وعبي يعني ويلك وحق عبي فلا يتنفس يا يعني نكون نفسنا في الإناء ويلك الحديث يا يعني نكون نفسنا حق كون نفسنا يا خارج الإناء وإذا أتى الخلاء مشي الوحاج جدنا يهضو تغنى فلا يمس ذكره حبك سترك يا نكون تغنى بيمينه مدكتس يا نكون تغنى ولا يتمسح يا نكون مسح نكون استجوني بيمينه مدكتس يا نكون استجوني ولا يتمسح أي ولا يستنجي بيمينه مدكتي سيانكو استجونين الشرب على مرتين أو ثلاثا عبتانك هل مر إن لعبه أما يعني لما شير إن لعبه أما صدح شير إن لعبه هو عبي وهو نفسه هذا هو عبي هذا هو نفسه ففي الصحيحين البخاري ومسلم وحاقصنا ذي عن سمامة بن عبد الله بن أنس قال وحولي كان أنس بن مالك رضي الله عنه وحوها يتنفس مدن يفصد عيوها في الإناء أي في خارج الإناء ويلك بنانكي سكون نفسني هو قادم من ويلك بديه سينو كن نفسني يتنفس مدن يفصدها في الإناء أي في خارج الإناء
ولكن بنان كي سكون نفسني مرتين لما جاء أو ثلاثة أم صدح وزعم وحون الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينوها يتنفس من نفس ثلاثة صدح جرم نفسني. روى الطبراني وحوري في الأوسط وحسنه الحافظ في الفتح فتح الجيل يوكي فتح البارية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحوها أن حديث أن متقلية يا من قيم بدن دوش ساعاتي كان وحا يشرب متك عبا في ثلاثة أنفاس صدح النفسي لحلو ذا يوح وعبتر إذا أدنى الإناء ويلك هدو أدوال إلى فيه أفكس هدو أدوي سمى الله إلهي ومقعامي بسم الله مورني فإذا أخره فإذا أبعده هدو يلك أفكك فغينا حمد الله إلهي ومهدنا يفعل به سداس السمين النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلاث مرات صدح جرم السمين. روى مسلم أيولي في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحوها يتنفس في الشراب يتنفس من نفس ضيوها في الشراب يعني أي في خارج الشراب عبتانك يعني بنانك يسوكون نفسنجر ثلاثا صدح نفسنجر ونفسنجر ويقول وحورنجر إنه كاس نفسك أروى إساقا أؤم بحد بضن أروى إساقا أعوكنان بضن وأبرأ يعني إساقا أبر النقشة بضن وأمرأ إساقا أبر مر بضنهم حقا حيدمها هي عروشة متك أبوان أكسن إنه إساقا هي أروى أعوكنان شبضن وأبرأ إساقا أبر النقشة بضن وأمرأ إساقا أبر مر أكسن. قال عن سمحوني فأنا أنو أتنفس والنفس في الشراب عبتان كالحديثة يعني في الشراب في خارج الشراب عبتانك يعني بنانك إنسان كل نفس الله ثلاثة صدح جربا بنانك كل نفس الله وحال السنة لبج جرم صدح جرم لعبه وحاكلوه كراهية التنفس داخل الإناء ويلك الحديثين لبج نفس الله عدم النفق في الإناء ويلك الحديثي يعني مركا إنا الله فيه. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها والنبي قرر أن يتنفس في الإناء والكدح لسأل أبو نفسه والرواية ذي وروحي من أبو فسر يعني في الشراب خارج الإناء رواية يعني فسر كذا كوكا أو أما سينفخ فيه والكدح لسأل العفوف أي النبي قرر أنه عفوف نوير عدم الشرب يعني إن اللقاعب مبابي من في السقاء سبرار كافكي سينا اللقاعب ويالكست أو دبولنا دي لا يكون مافك كحر مافكي سينا اللقاعب جلمد إيو حيوان كل لقاء إيو حيوان أسوك لهذا سهوس قلعي. روى البخاري وأورني في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحور عن الشرب عبتان برهب من في القرب من فم القربة من فم القربة قربة سبرار كأفكي سئن لقع برهب يعني أو السقاء يعني قربة السقاء هو اسكمت قربة وحال الهداء يعني هدي لا يكون سبرار كعصوب بارية يعني أو السقاء أما سبرار كي وأن يمنع عين ديدنكو جاره درس كي سينو وديدو أن يغلس سينو كتلال خشبة غري في داره دارتي سلح لذينو كتلال درس كواكو غريها يسكو غبصدا مركا غري لامي يرجع أما تشينكد الله صار لها أنا يقولي يقول ساري بيس ذا حاجة يجيه إنا نورا نبي قحور ربي وأن يمنع عين وديدو جاره درس كي سينو وديدو أن يغلس سينو كتلال خشبة غري في داره دارتي سلح لذينو قولي يقول دمييه ورجع يغحر النميرة إذا شرب يعني هدوء عبو أعدى الإناء ويلكي وحوصينيا من على يمينه عند مدكتي سكحكتا يوصينيا قال بابا فريا قفكي هو إناء غفل حرمينيا لوني بي عبتانكي نصمينيا قفك مدكتا كحيبون بقوة ريشنيا. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنها
أنها قصة حلبت وحالو صلصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله وحالو صلصي شات النف علي وداجل وقريتشوك كو مقالبا لو عرفية وحلصية نف أبا يعني مقلو صلصي نبي وهي يدنا في دار أنس بن مالك أنس بن مالك دارتي سيقولك سيكوس بنيه وشيبة وحالو برحي ولو دراي يعني لبنها عانه دي بماء بيا لو برح او لو درا بيا سو من البئر عيل كي حق اسكاها التي بئر قاسو في دار انس بن مالك انس بن مالك دارتي سبحي ذا قصبا فدي عانه دي مكي لصولصي وحا لو برحي بيا ايا لو برحي وبيه عيل كا مكا عيل كلاك يعني بيا اسلا قولي وكويا لي انس بن مالك دارتي وكويا لي فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله وحوسي الغد حولك وحودي بي من على يمينه عدي من اكتساهاتي وحودي فشرب منه وعبي حتى إذا نزع الغد حولك مركو كسيبي من فيه أفكيس وعلى يساره بدحليس وحفري أبو بكر وعن يمينه من اكتسا وحفري أعرابي من خير بادية غيري أنس بن مالك مكي لوكيان من البئر التي في دار أنس فأعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بوسي يرودي بي القدح ويلكي يرودي بي نبي فشرب وعبي نبي منه من القدح ويلكي وكعب حتى إذا نزع مركوسي بي القدح ويلكي من فيه أفكي سمركو كبحيي حاجدي سيدنتي سينه كبكتي وعلى يساره نبي بدحلي صباحا أبو بكر وعن يمينه نبي قمد اكتسن وحاجه أعرابي من غير بادياته فقال عمر عمر بوحولي وخاف وحوك عبصد أن يعضيه أن يعضيه إنسيه ألا أعرابي من غير بادياته إنسيه كعبصد عمر بأفل بدي سهينك روايه أبو بكر بامد أبو بكر بامد الكافر أبو بكر واكاس أيوه أبو بكر بدوني عيل عمر وحوك صحابة النبي محمد كجدا العدة صحابة وفضل بدنين يتعين أبو بكر نت أعد أبو بكر يا رسول الله رسولك له أبو بكر سي أبو بكر با عندك أكثر هذا قصبا فأعضاه الكاسوس يا على عرامية ننكر الباديها الذي كاسو على يمينه يعني ميدكتي سحق يدك أهض ثم قال وحولي ألا أيمن ميدكتا فالأيمن هدن ميدكتا فقفكم من التكحي ومن التكسي ورشية عدم الشرب في آنية الذهب والفضة عدم الشرب إن لقوا عب في آنية الذهب والك الذهب قال في آنية الذهب والك الذهب إي والفضة والك قال إنك قسم يسنا إنا وحلقوا عبين ففي الصحيحين وحقصوا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قالوا حري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد بان مقلين حريص يا نبي تقول يا أمان قيمي بدن يدوش يدها هاتي يقول يسأل لا تلبس الحريرة حريرتها اللي بسنين ولا الديباج حريرتها مد يذا أذقنها اللي بسنين وها حرنين ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ويالك الذهب كي يقال إن كان وحبها كعبنا ولا تأكلوا وحبها كعنين في صحافها حريه دي أما صحمد دينا وحبها كعنين فإنها ذهبك يفيدها سيلهم قالها يوصغناتي في الدنيا الدنيا ولنا أنك نوصغناتي ونبولي في الآخرة آخرة لحيدنا أنك نوصغناتي حلقة قادنا يا مركين حارانتها عنتانك عبتانك ويلك في الدنيا ذهبك حلو عب sidoo kale xariirti ragga inay xidhaan ayaa iyadana yaani marka xaaraanka oo aan bananaay saaqil qoom qoom kamid ka waraabinaya aakhiruhu midka ugu dambeynayo noqonaya shurban xaga cabitaanka qofka shaqeynaya ee dadka waraabinaya midka ugu dambeeyo noqonaya xaga cabitaanka rawaa muslim fi sahih an abi qatada radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wasallam qala nabigu wuxuu yiri saaqil qoomi قوم كمد كورابنا يا آخرهم مد كذا قدام بيون نقول يا شربا أي من شرب عبتان يعني حقي سمد كقدام بيون نقول يا تغذية الآنية والكين لضبولهم وعفك وحلق السام
عند النوم مرك الله سيحنا يهودا أكتي ذولك إن شيء دش لقصار وحكى له دين لو حتى عضي إن دش لقصار. ففي الصحيحين وحفصوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وحري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحري خمر الآنية ولك دبورة وأوكو أفحر الأسقية سبرار دين أفحر وأجيف الأبواب الباب دين حرحرت وأكفئوا يعني قبط صبيانكم عروتنا نرهبا وأكفئوا صبيانكم عند العشاء يعني مغربك عشاء المغرب كورا بوجه إلهي قرح بمركة إلا عضو يعني أنت أمينك أن أعضو فافل عروتي نرهبا ومركة قريها بقبحذية معايلة فإن للجن جنك وحاوصبنا ذي انتشارا فافتان يباهد أباه هي وخطفة ضفتان وحدفاء أصغنا ذي مرقى عروتي يعني ذي كده في وعين وأطفئ المصابيح في نس يدينا بغتية يعني في نس دي بغتية أبو يرنب صلوات الله وسلام عليه عند الرقاد مركة سيحان إسان أكتير فإن الفويسقة مذير وفاسقة ربما اجترت إن يجيدتان لأركاء الفتيلة فتيلة دي إن يجيدته دبالدي يعني فينوس كدبالدي سينا يشيدو أي لغة يابا أو فأحرقت أي قفتو أهل البيت بيت قرقي يعني أهل كينا يقفتو فأحرقت أي قفتو أهل البيت بيت أهل كي أي قفتو مركز باش عير فاسقة دا فينوس با يعني في المصابيح با لشدنية فينوسية لشدنية فينوس تنمركا يعني لامبط با لحظة لغة قلنا أي دير أي كورو دبالد باشا دبالة دامكا أي مرضى سيجيد سابنان كم صوصابي كذبنا قرقي بكورة جنسة روى البخاري في صحيح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وسببت نبي قريها يعني مركا الدبكة اسكدمية هبين كي مركا تسيحان سانولي يعني سوق با قبتي سوق با قبتي ومبار مغلس مركا يعني دبا لقيتي إياه أما قرن تدي وشيدان أما سيكرا وقرد عيان و كوني أفر بقول أصلا كهر بالنبي يقول لي مركات سيحان إنسان فينوس كي نلك إسكدمية روى البخاري في صحيح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل هبينك هدوم مدو بعد أو بس قالوا كوني جنح الليل هبينك مقدد سادو يمادو فكفوا صبيانكم عروتين الرابع فإن الشياطين شياطين تتنتشر حينئذ وقت سيف أفطار فإذا ذهب ساعة ساعة مركة تكتو ومن العشاء عشيه كم إذا فخلوهم سيدايا وأقلق بابك الباب كاق حراء واذكر اسم الله مقع إلهي نحس بسن قوقة ومركة الباب كحرس وأطفئ مصباحك في نوس كاق نبغتيه واذكر اسم الله مقع إلهي نحس وأوكي أفحر سقاءك سبرار كاق أفحر واذكر اسم الله مقع إلهي نحس الله سبحانه وتعالى مقع سبحس وخمر إناءك ويلكاقنا الضبور واذكر اسم الله مقع إلهي سبحانه وتعالى كحس ولو أن تعرض عليه دوشي سأد بكو قدوبت دي شيء الشيء نأد كو قدوبت أعطينا الله محكى الهدين لو يعاني با يعافك لك ساري. ففي الصحيحين وحفصوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وحني جاء أبو حميد بايد رضي الله عنه بقدح والبليم من لبن عام من النقيع ماشى النقيع إلى هذو كليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى أبو حكيري ألا خمرته ما دبوشي حد دبولي ويدي ولو أن تعرض عليه أدبكو قدوبت عودا قري يعني أدبحون قري شيء أدبكو قدوبت ولو قرنا أطلان مدوشة أدكسارت دي ما دبوشي ويرعانها يعني مكا أفكره روى مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد وحن كما قال يستقوله غض الإناء ويلكي دبولا وأوك السقاء السبرار دين أفحرا محيلا فإن في السنة سنة كدحي سوح هذه ليلة هبين ليلة ينسل فيها ليلة دحي سودب وباء العذر سودب لا يمر بإناء عذر كاسو لا يمر بإناء ويل أن صمر
ويلكاس ليس عليه قضاء دش سان الدبر صارنين أو سقائنا مسبرار ليس عليه وكان دش سان أفحر أن قاف أن صارنين وأن أفحرنين إلا نزل فيه وكدريا من ذلك الوباء عذر كاسجى بكدريا كرونيا بلا ينسوا إن أتابعينه يا أفوين كان يعذر الله نشيدي يعني وواحد نبي صلى الله عليه وسلم على وقت ورئينه قسيد جي الحمد في آخره يعني عنتظر يا عبتانك شرابك مرك العبيه يعني إن إلهي سبحانه وتعالى مرك وروحه لما يستو إلهي أم حضية روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي محمد وحيره إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى فالب كن غني عن العبد أدونك حقيسا أن يأكل إنه عنا أكلة عنتان وفيحمده عليها عنتان كأي حرمذا إلهي وكم هدي دوشيدا أو يشرب موعب الشربة عبتان هل مر عبتان موعب وفيحمده عليها عبتان كدوشيس إلهي سبحانه وتعالى وكم هدي مروى البغاء نعم إلهي سبحانه وتعالى كسيه شكر هذا النعمة وحكم إذا إن إلهي سبحانه وتعالى كم هذا هذا عنتهاي هذا عبئتهاي هذا عافماتهاي هذا وحكره إلهي سبحانه وتعالى كسر وجرجريتهاي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإن الحمد لله الذي أدعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين من غير حول مني ولا قوة إن الله سبحانه وتعالى كم هذا الصه أيها الدنيا الحمد لله الذي نجانا بدش الرنب على ركتي وعذر إيا مغار كيساي وحكم وقضان وإله أفر وقصل الحمد لله الذي نجانا مما ابتلى على غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا يعني مركا مرة ما هدنت إله سبحانه وتعالى أنه لشاد أوردن مرول بين الله سبحانه وتعالى كم هذا السال الدنيا والله سبحانه وتعالى على الصواب وعلى وبالله توفيق.